رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني سيغمار جابرييل يعد باجتناب أي خلاف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، داعيا أنصاره خلال مؤتمر للحزب إلى تسيير المشاريع مع المحافظين. وقال في كلمة له إن حزبه لم يتمكن من إقلاع الناخبين ببرنامجه الانتخابي والتي هي العدالة الاجتماعية، ولهذا السبب ينبغي أن يصبح هذا التحالف حقيقة واقعية وتتم الموافقة عليه من قبل أعضائنا. إنه ائتلاف محدود من العقلانية الرصينة لا أكثر ولا أقل. وبعدما يقرب من 3 أسابيع من الانطلاقة الرسمية للمفاوضات بين حزب المحافظين الذي فاز بالانتخابات التشريعية في 22 سبتمبر الماضي والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي حقق 2 أسوأ أداء انتخابي في تاريخ السياسي، لا تزال ملامح هذا التحالف مع حكومة ميركل غير واضحة حتى الآن.